شايف بعيونك دمعة. هاي مش قلب، مشاعر. مشاعر؟ مشاعر تشاور. بس بحضني مع القلب أنا. تودع مسافر. تحبي جوزك بعقلك ولا بقلبك؟ برضو كان القلب. كنت فترة الزواج الواحدة تكون صغيرة بالعمر، بتفكر بقلبها أكثر. هلأ الوعي والشباب، أنتوا زيكم والبنات الصبايا بالجيل هذا لا، بتفكر بعقلها. جيل فارط صح؟ لا هو لا، مش نحكي عفارت على شغلة تانية، بس كتفكير العقل. هلا البنت متعلمة أكتر، واعية أكتر، بتدرس أكتر، وبتقولك أنا ما بدي أزوج بدري عشان ما أتحمل مسؤولية، فبتصير والله الحب أعمى. سوي هيك بلوز عشان تبين. أيوة العقل، العقل الحب أعمى والله يمه. بنتسى بالقلب، بالقلب. نيجي للأسئلة، وأسئلتنا تحت الديسك الأحمر. احكي يمه. مع انه انت امنا، لكن في الاسئله ما في يم ارحميني. بعملكم دجاجه محشيه. شو هو عين العقل؟ عين العقل؟ ما هو السؤال؟ شو هو؟ عين العقل الاشي الصح. اها. عين العقل الاشي يعني الصح. يعني العقل فيه عين؟ طبعا طبعا. والصح. طب ما اللي بيرشدك فيه دينك وبعدين عقلك. شو يعني قلبي انكسر وكيف بتصلح؟ اها. حكي فاضي. بتصلح. ولا بتصلح ولا بتصلح ولا بتصلح. واللي بينكسر ما بيرجع، وما في إشي اسمه انكسر. لازم تكون شخصية الإنسان قوية بدينه وأخلاقه، بأخلاقه بدينه، وهذا كله يعتبره. هي ليش دائما بموضوع الأخلاق تطلع عليك؟ لا بدلو. هل الحل الوحيد بالحياة عشان أعرف خلاصي أحط عقلي براسي؟ صح طبعا طبعا. لازم تكون راكز بحياتك. شوف انتو شباب حلوين بتجننوا، كلياتنا بتمروا بمراحل حلوه بحياتكم، ولكن مع قدام شوي بس تصيروا بفتره الثلاثين والنضوج اكثر والاربعين اكثر واكثر، بتحسوا انه يا الله هذيك الايام صح حلوه وفيها ذكريات حلوه، ولكن في امور كانت سطحيه وليس يعني. بس السؤال كان ما بعرف.